بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير مولانا رب العالمين. حياكم الله جميعا يا أكارم في محاضرة اليوم، المحاضرة اللي بعنوان الـ pH buffers and bonds، أو مرات بسموها acid base balance. تمام، acid base balance. فهاي لها علاقة بالأحماض والقواعد. المحاضرة هاي أنا قبل ما نبدأ فيها بحب أحكي لكم إنها سهلة جدا جدا، وأسئلتها مضمونة. ماشي، والآن خلال الشرح راح يتم التركيز على مواضع الأسئلة بحيث نعرف كيف ممكن يجينا السؤال وشو المعلومة المهمة وشو اللي مش مهمة، وبناء عليه نتحرك. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زي ما اتفقنا، المحاضرة بعنوان pH buffer and bonds. pH اللي هو الرقم الهيدروجيني، صح؟ سمعته فيه أكيد، هسه راح نحكي عنه. والبفر اللي هو المنظم، خلينا نحكي للمحاليل، راح نشوف كمان شوي. والبونز اللي هو الروابط، بدنا نحكي عن كل وحده منهم. نبلش على بركه الله. اول نقطه بحكي لي شو هو الاسيد، وبعدين بدي اعرف لي شو هو البيس. الاسيد اللي هو الحمض، البيس اللي هي القاعده. طيب، هذا تعريفهم بالعربي، لكن تعريفهم في لغه الطب او لغه العلم، الاسيد هو اي ماده قادرة على إنها ريليز هيدروجين أيون. ريليز، ركزوا على كلمة ريليز، حطيتها باللون الأحمر. ريليز إنها هي هاي المادة تتخلص من الهيدروجين أيون. هيدروجين أيون هيك يكتب، هيدروجين وفي إشارة زائد، هاي هيدروجين أيون، أو بسموه بروتون. ماشي، بروتون. فلما تسمع كلمة بروتون هو هيدروجين أيون، أو بكتب لك إياه هيك. تمام، فإذا الحمض هو المادة التي تتخلص من الهيدروجين ايونز، بينما القاعده هي الماده اللي تستقبل الهيدروجين ايونز. ماشي، يعني كان في قاعده معينه مثلا A ماينس اجاها H بلس، تمام، شو بتصير؟ بتصير H A، تروح الناقص مع الزائد هاي. المهم انه هي استقبلت ال H بلس. اوكي، فاذا هاي ريليز وهاي اكسبت. اتفقنا، عرفنا الحمض وعرفنا القاعدة وعرفنا شو هم. الآن بدنا نروح شو هو البي اتش. البي اتش اللي هو الرقم الهيدروجيني، عبارة عن الـ concentration of hydrogen ions it determines the acidity of the solution. هاي هون acidity، في مسافة لازم. أوكي، إذا بيحكي لي هو عبارة عن تركيز أيونات الهيدروجين اللي بتحدد لي درجة حموضة هذا المحلول. ماشي، درجة حموضة المحلول. فاذا الرقم الهيدروجيني لاي مثلا محلول، قال لك الرقم الهيدروجيني تبعه 7، الرقم الهيدروجيني تبعه 9، الرقم الهيدروجيني تبعه 3، لما يعطيني اياها انا مثلا، هسه راح اعلمكم عليها، لما يحكي لي اياها 3 بعرف انه هذا المحلول اللي الرقم الهيدروجيني تبعه 3 حامضي اسيديك. لما يحكي لي انه 9 بعرف انه بيسك يعني قاعدي. لما يحكي لي انه 7 بعرف انه متعادل. طيب، هسه راح احكي لكم عن هاي التفاصيل، لكن الفكره انه الرقم الهيدروجيني اعطاني انطباع عن طبيعه هذا السوليوشن. ماشي، اعطاني انطباع عن درجه الاسيديتي اللي فيه. اتفقنا؟ طيب، القانون تبع البي اتش بدي اياكم تحفظوه، اللي بيحكي كما يلي، هذا اللي هون. ماشي، البي اتش يساوي سالب لوج الاساس 10 لتركيز الحمض اللي هو H بلس. ماشي، طيب، فإذا هذا قانون الـ pH. بدنا ننتبه لنقطة وهسه راح أفسر لكم إياها هون. إحنا بالنسبة إلنا بلغة الطب الهيدروجين أيونز كل ما زاد كل ما زادت الأسيديتي. فإذا زيادة أيونات الهيدروجين يعني أنا بصير أسيديتي. طيب، هسه تفسيرها على الجدول هو هذا. تعالوا خلينا نفهمه بعدين نقدر نحلل اي خلاصه. الفكره من الموضوع هي كما يلي، لو اجينا مسكنا خط اعداد ورحنا رسمناه. ماشي، رسمناه حكينا هون صفر
وحكينا هون 14، هاي الصفر وهي ال 14. طيب شو اللي بيصير بهاي الحالة؟ بحكي لي بالنص في عندك رقم 7، هاي رقم 7 هي منطقة التعادل، أي إشي أقل من السبعة يعتبر حمض، أي إشي باتجاه ال 14 قاعدي. طيب وين تمثيلها على هاي الرسمة؟ هيا، هذا العمود يمثل البي اتش، وهاي السبعة تمثل التعادل، تمام؟ فأنا كل ما مشيت باتجاه الرقم الهيدروجيني الأقل كل ما زادت درجة الحموضة، increasing acidity، تمام؟ بينما كل ما ابتعدت كل ما كبرت عن السبعة كل ما زادت درجة القاعدية الكلاينتي، تمام؟ هاي ضروري فهم زائد حفظ لأنها بتعتمد علينا بالطب كلياته من هون لحتى نتخرج، ماشي؟ طيب فإذا هون اتفقنا على فكرة إنه التعادل هو عبارة عن رقم 7، كل ما قل الرقم الهيدروجين كل ما زادت الأسيديتي. الآن بدي إياكم تنتبهوا لهاي الشيء اللي بدي أحكي. اتفقنا إنه أيونات الهيدروجين بتزيد أسيديتي، كل ما زادت يعني أيونات الهيدروجين كل ما زادت الأسيديتي. الآن بالنسبة للبي اتش طلعوا لي الخلاصة تبعته وعلاقتها مع الأسيديتي. متى بتزيد الاسيديتي تبعت البي اتش؟ كلما قل الرقم الهيدروجيني، هاي الخلاصه اللي بدي اياها. لانه احنا 7 صرنا 6 صرنا 5 صرنا 4 صرنا 3 صرنا 2 صرنا 1. فاذا كل ما قل البي اتش كل ما زادت الاسيديتي، تمام؟ الخلاصه اللي بدنا نستنتجها هاي هي، اكتبوها، انه كل ما زادت ايونات الهيدروجين كل ما زادت الاسيديتي، وكل ما قل البي اتش كل ما زادت الاسيديتي. فاذا لو سالتك سؤال مباشر وقلت لك ما هي العلاقه ما بين الاتش بلس مع البي اتش، راح تحكي لي علاقه عكسيه. علاقه عكسيه شو عرفتنا علاقه عكسيه؟ هياتها انا بحكي عن هاي، اوكي؟ فاذا لما تيجي تطلع عليها بتلاقي علاقه عكسيه ما بين زياده تركيز الاتش بلس مع البي اتش. فإذا كل ما زاد الـ H بلس كلما قل الـ pH. يعني أنا لما أحكي كل ما زاد الـ H بلس يعني زادت الـ acidity، كل ما قل الـ pH يعني زادت الـ acidity. فإذا أنا بحكي بنفس الخندق لكن بعبارة مختلفة، أوكي؟ أنا آسف إني كررتها كثير لكن ضروري جدا نطلع فاهمينها، لأنه هي بتيجي أسئلة. على بركة الله. اتفقنا على فكرة إنه أنا هاي البي اتش وهي طلعوا والنزله تبعته. الان احنا ليش تعاملنا مع البي اتش؟ يعني ليش ما نتعامل مع تركيز الهيدروجين نفسه؟ بناء عليه اعرف والله خلص هذا تركيز الهيدروجين عنده هالقد، هذا تركيز الهيدروجين عنده هالقد. بحكي لي اطلع هون لو اجيت تتعامل كرقم مع تركيز الهيدروجين، اطلع هون اطلع هون، يعني هذا الرقم اللي تقراه اصلا قصه وتكتبه كمان قصه طويله يعني، لكن لما تتعامل مع رقم هيدروجيني خلص رقم من خانه كبيرها من خانتين، فاسهل للتعامل واسهل للتذكر، صح؟ فلذلك احنا استعملنا البي اتش عوضا عن تركيز ايونات الهيدروجين كتعامل علمي، اوكي؟ وانا اروح اضفت لكم هاي العباره وهاي العباره في الاسفل، تعالوا خلينا نقراهم. بحكي لي العلاقه العكسيه ما بين بي اتش والاتش بلس زي ما اتفقنا. إذا علاقة بين البي اتش والاتش بلس هي علاقة عكسية، لو بدي أجيب لك إياها في الإنجليزي هي inverse relationship، ماشي؟ كلمة direct relationship علاقة طردية، ماشي؟ بينما إحنا هون inverse relationship علاقة عكسية. إذا هاي أول معلومة لازم نطلع فيها. ثاني معلومة بحكي لك إحنا هون ليش فضلنا نتعامل مع البي اتش عوضا عن الهيدروجين ايون concentration؟ لأنه واحد اثنين البي اتش easier to calculate easier to deal with، يعني أسهل للحساب وأسهل للتعامل وأسهل للتذكر، وهسه راح نشوفها وهاي النقطة بتيجي أسئلة. طيب ليش تعاملت مع البي اتش عوضا عن التركيز عن الهيدروجين؟ أوكي، the following examples illustrate how to calculate the pH of acidic and basic solutions. هذا المثال بيوضح لك كيف احنا قدرنا نحسب البي اتش لاي سوليوشن، سواء كان هذا السوليوشن المحلول عباره عن حامضي او قاعدي. بحكي لك المثال، شو هو البي اتش لسوليوشن عنده هيدروجين ايون كونسنتريشن مقداره هالقد، تمام؟
طيب بالنسبة لقانون البي اتش زي ما اتفقنا يساوي سالب لوج تركيز أيونات الهيدروجين، مظبوط؟ اللي هو هيئة القانون. بحكي لك تعال هاي سالب لوج، قديش التركيز؟ 3.2 ضرب 10 أس 4، هاي تنزل لي إياها. ودائما اللوجاريتمات بقوانينها، احنا بدناش نفوت عمليات رياضيات، لكن بالضرب تتوزع اللوجاريتمات على الأرقام. فشو بيصير؟ سالب لوج 3.2 اللي هي هاي ناقص، لأنه هاي ناقص أصلا، لوج العشرة أس ناقص 4، تمام؟ طب احنا حكينا هون اللوج هاي أساسها 10 وهون 10، العشرة مع العشرة بتروح، أوكي؟ فبالتالي لما مسكنا الآلة الحاسبة سالب لوج 3.2 كانت تساوي سالب نص، هاي نزلناها سالب نص. طيب الآن هاي الجهة اللي هي سالب لوج الأساس 10، 10 أس ناقص 4، واتفقنا أنه العشرة مع العشرة بتروح، فصفت سالب لوج ناقص 4 بتروح، بحكي لك السالب مع السالب بتضل الأربعة لحالها، فزائد 4 صارت هي هاي. فلما تحكي ناقص نص زائد 4 يعني 4 ناقص نص يساوي 3 ونص، تمام؟ فهاي الثلاثة ونص بحكي لك أنا أوجدت ساعتها البي اتش، البي اتش تبع هذا السوليوشن يساوي 3.5 حسب القانون. هاي بس مثال، انت يعني ما اتوقع مطلوب منك تحسب، بس عشان تعرف انه كيف استخدموا القانون. الان احنا بنكون انجزنا بس الجزء الاول، عرفنا الحمض والقاعده وعرفنا الرقم الهيدروجيني وشو الدلالات تبعته وشو العلاقات ما بين تركيز الايونات الهيدروجين مع البي اتش، واتفقنا كل ما زاد الهيدروجين ايونز كل ما زادت الاسيديتي، كل ما قل البي اتش، هاي الدكاتره كثير بركزوا عليها، كل ما زادت الاسيديتي برضه، اوكي؟ تمام. الآن نروح لمصطلح آخر بسموه dissociation constants KA. dissociation constant شو هو؟ constant شو معناتها؟ ثابت. طيب ثابت إيش؟ هذا الثابت اللي هو تبع تفكك الحمض، يعني قدرة الحمض إنه يتفكك، وهسه رح نشوف كيف. هسه بحكي لك when an acid loses a proton، شو اتفقنا اللي هو البروتون اتش بلس، صح؟ يعني لما الحمض يخسر او يفقد او ريليز للبروتون its conjugate base is formed. conjugate في base اللي هي قاعدة مرافقة، طيب قاعدة مرافقة. فإذا بحكي لك لما الحمض يخسر البروتون القاعدة المرافقة له تتكون، ماشي؟ وهذا شيء يعني لو اجينا نمثله بالرموز كالآتي، بحكي لك هاي الاتش اي تعتبر حمض، ماشي؟ لما تيجي بدها تتفكك شو بيعطيني؟ هاي الـ A ماينس وهاي بوزيتيف، صح؟ ففككهم تصير الـ A ماينس لحالها والـ H بلس لحالها، تمام؟ الـ هذا الـ HA يعتبر حمض. طب وين القاعدة المرافقة اللي هي الماينس؟ هاي بسموها كونجوجيت بيس، ماشي؟ كونجوجيت بيس. فإذا الحمض لما يخسر البروتون بكون ايش؟ قاعده مرافقه، كونجوجيت بيس. مهم جدا هذا الاشي. طيب لو اجينا نكمل the tendency of any acid to lose a proton، يعني الميل او قدره اي حمض انه يخسر بروتون ويكون القاعده المرافقه بنسميها dissociation constant Ka. فاذا شو هي ال Ka او شو هو معامل او ثابت تفكك الحمض؟ هو قدرة أو الميل الخاص بالحمض لحتى إنه يكون يخسر البروتون ويكون قاعدة مرافقة. طيب بحكي لنا هون عبارة حطيت لكم إياها باللون الأصفر بس لتمييزها، بحكي لك إنه the stronger the acid the greater its tendency to lose proton، يعني كل ما كان الحمض قوي كل ما كان الميل باتجاه إنه يفقد البروتون أكبر. إذا نستنتج من هذه العبارة إنه في أحماض قوية وفي أحماض ضعيفة، صح؟ والخلاصة منها إنه كل ما كان الحمض قوي كل ما كان ميله لخسارة البروتون أكبر. طيب الـ strong acids بحكي لك الفرق بينها وبين الـ weak acids، إنه الـ strong acids بتذوب أو تتفكك بشكل كامل completely بالسوليوشن، زي ايش؟ زي ال HCl. فاذا ال HCl بنحفظه انه حمض قوي، يعني بيحكي لك انه هذا ال HCl
لو إجا يتفكك راح يتفكك بالكامل إلى سي ال ماينس او اتش بلس، هاي السي ال وهاي الاتش بلس، ماشي؟ فإذا هذا سترونج اسيد، بينما الويك اسيد برضه بيتفكك ولكن ايش؟ ليميتد اكستنت، يعني بمقدار محدود. شو المثال عليه؟ الكربونيك اسيد H2CO3 حمض ضعيف، راح ناخذهم لقدام. المهم في الموضوع انه هذا يعتبر ويك اسيد، تلاقي هيك وهيك، تمام؟ ذا ويك اسيد اللي هو بروتون دونر، يعني اللي هو اللي بده يعطي البروتون من عنده، ديسوسييت انتو هيدروجين ايونز اند، هاي برضه بدها مسافه، انايونيك كومبوننت اي بلس. هسه كلمه انايون معناها سالب، ماشي؟ كاتايون معناها موجب. طيب هاي وين ما تشوفوها انايونز بقصدوا فيها الاشياء السالبه، كاتايونز الاشياء الموجبه. فاذا هون شو بيحكي لك؟ انه الويك اسيد هذا اللي بده يعطي البروتون اللي هو الاتش بلس، صح؟ اي حمض بده يعطي اتش بلس، بده ريليز اتش بلس، فبيروح بتفتت هذا الويك اسيد بيعطي هيدروجين ايون وبكون القاعده المرافقه اللي حكيناها A ماينس، مظبوط؟ سمى لي اياها هون ايش؟ انايونيك كومبوننت A ماينس. سميناها شو هاي؟ كونجوجيت بيس او بين قوسين سولت اللي هو الملح، اوكي؟ فاذا هاي بنسميها كونجوجيت بيس. عندنا المصطلح اكثر من مره، اوكي؟ طيب هون طلع القاعده، هنا الكي اي هي تركيز القاعده المرافقه، القاعده المرافقه على تركيز الحمض اتش اي، هاي الكي اي وسوف نستخدمها. فاذا صرنا فاهمين الان الكلام بكل تفاصيله، بنكمل لمصطلح اللي هو البي كي اي. احنا عرفنا الكي اي زي ما اتفقنا هي عبارة عن قدرة الحمض انه يتخلص او ريليز من البروتون ويكون قاعدة مرافقة. طيب البي كي اي، البي كي اي بيحتاج كقانون، كيف البي اتش حكينا، صح؟ بي اتش شو كان يساوي؟ سالب لوج تركيز ايونات الهيدروجين، مظبوط؟ البي بدل لا تحط كي اي يساوي سالب لوج بين قوسين كي اي، صح؟ فهون شو بيحكي لك؟ انه البي اتش تساوي سالب لوج الكي اي. اوكي، المعلومه المهمه جدا واللي بتيجي دائما اسئله من زمان زمان الى الان، البي كي اي از ذا بي اتش ات ويتش 50% ديسوسيشن اوكرز. هاي المعلومه اكتب عندها مهم جدا، لانه يعني بيجيب لك دائما اياها في الامتحان بمختلف الصيغ، ماشي؟ فبحكي لك البي كي اي هي نفسها البي اتش، بس متى؟ لما بحكي لك حوالي 50% من الحمض تفتك وكون قاعدة مرافقة، تمام؟ هذا هسه راح نفسره كمان شوي، لكن افهم لي اياها كفكرة، اوكي؟ نفس الشيء بحكي لك انا ليش بتعامل مع البي كي اي؟ لانه هي easier to work with and easier to remember than Ka value، ماشي؟ فإذا هاي برضو مهم، وبتيجي موضوع سؤال ليش إنه استخدمنا البي كي اي بدل الكي اي؟ ليش استخدمنا البي اتش بدل الاتش كونسنتريشن، اوكي؟ فهاي شغل. اوكي، هون بحكي لك the stronger the tendency of an acid to dissociate، يعني يعني الحمض القوي المائل باتجاه قوي انه يتفكك، the higher the Ka ولور its pKa، زي ما اتفقنا higher اعتبره H plus ولور pH، مظبوط؟ علاقة عكسية، اتفقنا؟ الآن نيجي للكلام الصح اللي هو على الصورة هاي. الصورة هاي ضروري الكل الآن يركز بنسبة 100%، هاي صورة مهمة. شو مال الصورة هاي؟ بحكي لي والله عندك حمض هياته شو اسمه؟ CH3COOH، بغض النظر انت بتعرف اسمه ولا بتعرفوش، المهم انه هذا حمض، هذا حمض. قديش هذا العمود اللي هنا برمز الى البي اتش، برمز الى البي اتش. طيب هذا الحمض اللي احنا حكينا عنه
قديش البي اتش تبعه هون؟ يساوي 2. وبناء على المقياس اللي حكيناه، اذا كانت هاي السبعة وهاي ال14 وهاي ال2، هذا وين مكانه؟ باتجاه انه يكون ايش؟ اكثر حامضية، مزبوط؟ فاذا هو البيئة المناسبة تبعته شو هي؟ اسيديك. اسيديك. فاذا هذا مكانه مناسب هون. هسا هذا الحمض لو مسكناه وظلينا كل شوي نبعده عن الاثنين، نبعده عن الاثنين ونوجهه باتجاه الاعلى، كل ما صار مائل باتجاه انه يخسر الاتش بلس، وبالتالي يكون الكونجوجيت بيس هي A ماينس. اوكي تمام. اوكي الان بناء على تعريف البي كي اي، البي كي اي بحكي لك هي نفسها البي اتش لما التركيز تبع الحمض يساوي التركيز تبع القاعدة المرافقة. تمام. فهذا التعريف لو جينا مسكناه وطبقناه تحت، بحكي لك هذا الحمض كل ما رفعنا البي اتش، كل ما رفعنا البي اتش وجدنا انه عم بفلت اتش بلس، ماشي؟ كل ما رفعنا، كل ما رفعنا لغاية حد معين وجدنا عند هاي النقطة انه تركيز الحمض عندها يساوي تركيز القاعدة المرافقة التي أنشئت، ماشي؟ فعند هاي النقطة لما شفنا تركيز الحمض صار مساوي لتركيز القاعدة المرافقة، هاي سميناها إيش؟ البي كي اي. أوكي؟ كانت البي كي اي هي نفسها تساوي البي اتش عند هاي اللحظة، البي كي اي تساوي البي اتش، ماشي؟ فإذا هي بي كي اي عبارة عن رقم هيدروجيني، ولكن متى ساوت البي اتش؟ لما 50% من الكمية تاعت الحمض الأساسي صارت مساوية للكمية، يعني لو جيت بحكيها بشكل آخر، إنه كمية الحمض اللي هو ويك أسيد هون راح يكون ويك أسيد، هسه راح نحكي عنه، كمية أو تركيزه يساوي تركيز القاعدة المرافقة. اتفقنا؟ طيب الآن لو افترضنا إنه هذا الحمض كمل باتجاه الأعلى، شو تتوقعوا يكون؟ كيف يصير شكله؟ هل يظل حمض هيك ولا يصير أكثر إشي على هذا الشكل؟ على شكل الـ A ماينس اللي هي القاعدة المرافقة. فإذا لو هذا الحمض صار الآن عند هذا البي اتش مثلا 8 أو 9، راح تلاقيه شو صار؟ راح تلاقي عنده الـ هيك صار CH3 COO ماينس. تمام؟ فإذا لو إجا قال لك إنه هذا الحمض اللي عند بي اتش 2 إذا حطيناه ببي اتش 9، شو بتتوقع يصير؟ احكي له يصير بهذا الشكل. طيب عند ال لو اجى حكى لك انه عند هاي النقطة كان البي اتش يساوي هون قديش معطيني؟ 4.76. وجدنا انه تركيز الحمض كان مساوي الى تركيز القاعدة المرافقة. اوكي؟ وكان البي اتش يساوي 4.76. فكم تساوي البي كي اي؟ انت لحالك بكل سهولة راح تحكي له قديش؟ 4.76. ليش؟ لأنه حكينا البي كي اي تساوي البي اتش لما تركيز الحمض يصير مساوي لتركيز القاعدة المرافقة، وطالما أعطاني إياهم بالسؤال متساويات، إذا البي كي اي تساوي البي اتش. فهي هيك الأسئلة بتيجي على هاي الصورة. تمام؟ والآن رح نحل أمثلة على ذلك إن شاء الله ونفصلها. طيب the maximum buffering capacity exists، يعني بيحكي لك أكبر قدرة على ضبط الأمور ومعادلتها بتكون موجودة متى؟ لما ال pH of the solution equals the pKa of the buffer. بمعنى رحت أوجدت لقيت إنه تركيز الكونجوجيت بيس يساوي تركيز الأسيد، وهاي العبارة حرفيا تيجي بالامتحان. طيب انه تركيز الكونجوجيت بيس يساوي تركيز الاسيد. The buffer can then respond equally to both added acid and added base. بمعنى لو اجينا طلعنا على المعادله، مش هون المعادله، هاي هي اللي في الاسفل، بحكي لك بهاي الحاله احنا حكينا انه بصير في تعادل، صح؟ تركيز الاسيد صار مساوي لتركيز القاعده المرافقه. لو رحت انا اضفت بفر او ماده مثلا حامضيه على هذا البفر سيستم اللي هو النظام اللي بده يعمل معادله للبي اتش الرقم الهيدروجيني داخل جسمي،
أنا ضفت هاي المادة وكانت هاي المادة أسيدة على سبيل المثال، راح تلاقي قاعدة ترتبط معها وبالتالي ما تأثر على البي اتش تبعي ونغيره. طيب لو أنا ضفت مادة كانت بيسك ماشي، ضفتها راح تلاقي مادة حامضية، وهي المادة الحامضية تمسكها وتعمل تعادل برضو بالسيستم وبالتالي ما يأثر على الرقم الهيدروجيني تبعنا. فهذا هو كلمة بفر ماشي، والآن شرحه راح يجي بالتفصيل. بحكي لي هون، أنا بس طرحتها عشان هاي الجملة الأخيرة دي، بفر كان دين ريسبوند إيكوالي، يستجيب بشكل متساوي للحامض المضاف أو القاعدة اللي بدك تضيفها عادي، يعني مين ما كان اللي بدك تضيفه بيقدر يستجيب بشكل متساوي. ليش؟ لأنه تركيز الحمض اللي صار بهاي اللحظة مساوي لتركيز القاعدة المرافقة. أوكي، البفر بحكي لك هو عبارة عن سوليوشن يقاوم التغير في البي اتش، هذا التعريف مهم جدا بيجي بالامتحان. فإذا شو هو البفر؟ عبارة عن محلول يقاوم التغيرات في الرقم الهيدروجيني لما انت تضيف اما اسيدز او بيسز الى السوليوشن الاصلي. واتفقنا هاي السوليوشن الاصلي صار هاي النسبة مثلا 50% وهاي النسبة 50%، فإذا في تساوي بالتركيز تبع الحمض والتركيز تبع القاعدة. فأنا شو ما ضفت هنا لو كان أسيدك راح يلاقي قاعدة وبالتالي ما يأثر، لو كان بيسك راح يلاقي حمض وبالتالي ما يأثر. تمام؟ أوكي، بفر سوليوشن هاي، انتوا كل هذا الكلام كله واكتبوا لي هنا مهم. هاي العبارة بتيجي سؤال إنه من إيش بتكون البفر سوليوشن؟ بحكي لك البفر سوليوشن بتكون من ويك أسيد and its conjugate base. فإذا مكوناته ويك أسيد مع الكونجوجيت بيس، ويك أسيد مع الكونجوجيت بيس. أوكي طيب، الويك أسيد undissociated أسيد، اتفقنا اللي بيذوب بشكل كامل كان strong أسيد. طيب مع الكونجوجيت بيس the form of acid having its المهم هاي حكينا الكونجوجيت بيس. أوكي طيب، a buffer works because added acids، بحيث هذا البفر او النظام اللي بده يعمل تعادل بيشتغل. ليش؟ لانه انت لما تضيف بروتونات بتم معادلتها عن طريق الكونجوجيت بيس. انا مش عارف ليش ملفي طالع، المفروض في مسافه برضه هون كونجوجيت بيس. طيب فاذا هذا البفر بيشتغل لما عفوا هذا البفر بيشتغل لانه انت لما تضيف اسيدز بتم معادلتها عن طريق القاعده المرافقه which is converted to HA زي ما اتفقنا. اوكي added bases are neutralized by the acid زي ما اتفقنا، يعني انا اذا ضفت acid راح يعادلها القاعده المرافقه، وانا اذا ضفت base راح يقاعدها راح يعادلها الحمض. اوكي by acid convert the conjugate base هي A بس A minus. الان في عندنا هذول مهمات وبيجي برضو سؤال، شو العوامل اللي بتحدد مدى كفاءة البفر سيستم؟ شو العوامل اللي بتحدد مدى كفاءة البفر سيستم؟ هم عاملين أساسيات مهم جدا يحفظوا ماشي، وجبت عليهم أسئلة بس بنورجيكم كيف تيجي. بحكي لك أول عامل عشان يحدد لي مدى كفاءة هذا البفر سيستم إنه كويس ولا مش كويس، البي كي إيه تبعته، تبعت البفر. أنا الآن صار عندي محلول وصار عندي بفر أنا بدي أضيفه ماشي، بحكي لي عشان أحدد كفاءة هذا البفر بدي أشوف شو البي كي اي تبعته. بحكي لي إذا كانت البي كي اي أقرب إلى البي اتش تبع هذا السوليوشن بتكون الكفاءة أعلى، بتكون الكفاءة أعلى. بمعنى لو كان مثلا البي اتش تبع هذا السوليوشن 5، رحت انا في عندي تو بفر سيستم، واحد البي كي اي تبعه 5.5 واحد البي كي اي تبعه 7، مين الاحسن؟ بحكي لي هذا. ليش؟ لانه اقرب الى البي اتش تبع هذا السوليوشن، 5.5 اقرب الى الخمسه من السبعه، 5.5 الى الخمسه فيها نص صح؟ بين السبعه الى الخمسه فيها 2، وبالتالي انت بدك تميز بهذه الطريقه. فاذا كل ما كان البي كي اي اقرب الى البي اتش كل ما كانت الافكتيفنس تبعت هذا البفر اكبر. هاي شغله. شغله ثانيه، العامل الثاني اللي بياثر اللي هو
الكونسنتريشن، بمعنى انا مش حكينا هنا عندي حمض وعندي قاعده مرافقه، لو كان تركيزهم عالي انا شو ما ضفت عليهم من البفر سواء كان اسيدك او بيسك راح يلاقي إشي يتعادل معه، تمام؟ فكل ما كان التركيز تبع السوليوشن اكبر، كل ما كان تركيز المواد اللي موجوده اكبر، كل ما لقيت إشي يعادل هذا البفر اللي بدي اضيفه او هاي الماده اللي بدي اضيفها، صح؟ فإذا هذول عاملين أساسيات عشان نحدد مدى كفاءة هذا البفر. الآن عشان نكتمل من النص الأول من المحاضرة لازم نخلص هاي المعادلة. المعادلة بتحكي لي هندرسون هاسلباخ إكويشن. هندرسون هاسلباخ أدجست إكويشن، هاي المعادلة مهم تعرف اسمها ومهم تعرف مكوناتها. طيب بحكي لي هاي المعادلة تصف ديسكرايب العلاقة ريليشن شيب بتوين الأسيد مع الكونجوجيت بيس مع البي اتش مع البي كي اي. فإذا هاي المعادلة فيها أربع أشياء: أسيد، كونجوجيت بيس، كونجوجيت بيس، وعندك البي اتش، وعندك البي كي اي. طيب هذول أربع عناصر أساسيات، يعني لو جبت لك واحدة خامسة معهم بالامتحان وقال لك شو الغلط تختار الخامسة. هاي أول نقطة. المعادلة احفظها هياتا. المعادلة بتحكي لي إنه البي اتش يساوي البي كي اي زائد لوغاريتم بسط على مقام. البسط فيه القاعدة المرافقة والمقام فيه الحمض. تمام؟ فإذا نيجي نكتبها عشان ما ننساها. بي اتش يساوي البي كي اي زائد لوغاريتم بسط على مقام. المقام شو حكينا فيه؟ فيه القاعدة المرافقة. عفوا البسط فيه القاعدة المرافقة. والمقام شو فيه؟ فيه الحمض. أوكي؟ فبناء على هذا الكلام بدنا نستنتج الاستنتاج الآتي. تتذكروا لما حكينا إنه البفر بيكون ممتاز لما تكون البي اتش تساوي البي كي اي؟ لو قلت لك خلي لي هاي المعادله زي ما حكينا بي اتش تساوي بي كي اي، راح تحكي لي معناته انت زي كانك بتحكي لي صفر لي هاي الجهه. بقول لك صحيح. طيب تبدا اصفر هاي الجهه عشان البي اتش تصير تساوي البي كي اي، بدك تطلع ناتج يكون الجواب فيه زيرو. شو الجواب فيه زيرو؟ بحكي لك لو اجيت طلعت بشكل عام لوغاريتم شيء على شيء مثلا كان يساوي صفر، بحيث اللوغاريتم تبع الواحد انا بعرف انه يساوي صفر. متى بيكون لوغاريتم واحد؟ معناته لما تكون الاكس تساوي واي. طب شو البسط والمقام؟ حكايه البسط كونجوجيت بيس والمقام اللي هو الاسيد. معناته زي كاني بحكي لك انه باللحظه اللي بيكون تركيز القاعده المرافقه مساوي لتركيز الحمض، معناته شو راح يصير؟ انا زي كاني بحكي اذا بتتذكروا عن البي اتش لما كانت تساوي البي كي اي، لما اتفقنا بهذيك اللحظه انه الحمض راح يصير تركيزه مساوي لتركيز القاعده المرافقه. فلما يكون تركيز القاعده المرافقه مساوي لتركيز الحمض بشطب هاي مع هاي تصير نتيجه واحد، مظبوط؟ وبالتالي اللوغاريتم للواحد يساوي الصفر. فشطبت انا هذا الجهة هاي الجهة من المعادلة فصفت عندي انه البي اتش تساوي البي كي اي، تمام؟ فان شاء الله الان ميزناها، تمام. اوكي لو اجينا كملنا تحت the most effective buffer، هاي مهم تعرفوها. متى البفر بيكون effective؟ لما البي اتش تساوي البي كي اي زي ما حكينا، بمعنى it has equal concentration. هاي احفظها وهاي اللي بتيجي في الامتحان وحكيناها قبل شوي، انه عندك تركيز متساوي للاسيد مع الكونجوجيت بيس، تركيز متساوي بين الاسيد والكونجوجيت بيس. ما يحكي لك توايس ولا يحكي لك دبل ولا يحكي لك الهالف، لا تركيز متساوي ما بين الاسيد مع الكونجوجيت بيس، بمعنى 50% of both forms AH and H minus present its solution. يعني بحيث هذا المحلول الاساسي اللي كان في البدايه موجود مثلا كان تركيزه 100، بعد التفاعل صار هون 50 وهون 50، تمام؟
فهي الفكرة. طيب البي اتش تساوي البي كي اي زائد ناقص واحد، يعني لو انا طلع البي كي اي اعلى بمقدار واحد او انقص بمقدار واحد من البي اتش. احنا مش اتفقنا ان لما البي اتش تساوي البي كي اي بيكون هذا الموست افكتيف بفر؟ طيب لو كان هذا البفر يساوي البي اتش، البي اتش كان يساوي البي كي اي زائد واحد او ناقص واحد، بحكي لك برضه بيكون شغال هذا البفر وبيكون كويس، ولكن كفاءته بتقل بمقدار 33% عن الكفاءة الأولى. تمام؟ فإذا الـ pH يساوي pKa زائد ناقص واحد، معناته أن الكباسيتي تبعت هذا البفر بتقل بمقدار 33% من الماكسيمال فاليو، من القيمة العظمى تبعتها تبعت الـ effectiveness. ماشي؟ Therefore the buffer is effective one point up or down of the pH pKa value. يعني بحكي لك بضل هذا البفر شغال نقطة أعلى ونقطة أسفل ال pH pKa value. تمام؟ ولكن اتفقنا هاي الموست افكتيف وهي بتقل بمقدار 33%. تمام؟ بنكمل الآن النص الثاني من المحاضرة اللي بيحكي لي عن الكيميكال بوندز، اللي هي الروابط الكيميائية. الروابط الكيميائية يعني هي الروابط اللي بدها تربط ما بين الذرات مع بعضها وتسوي لي مركب. ماشي؟ فإذا تشير إلى attractive forces، قوة جذب تساعد على تجميع الذرات مع بعضها لتكوين المركبات. Chemically bonding occurs when an atom gives up an electron, accept electrons or share electrons. فإذا الروابط تتكون عندما هذا إلكترون إما ذرة بتأخذه أو ذرة بتخسره أو يتم مشاركته بين ذرتين. طيب هذا الإشي بحدد لي شنو نوع الرابط، طبعا رح نشرح عنه بالتفصيل. الستيبل كومباوند، عشان نحكي عن مركب إنه مستقر، هاي الجملة ضروري تعرفوها. ماشي؟ ستيبل كومباوند بيكون ستيبل لما التوتال انرجي تبعت الكومباينيشن تبعته لما يترابطوا مع بعض بتكون اقل من طاقة المركبين بشكل منفصل. كيف يعني؟ يعني لو افترضنا الـ H2O عندك ذرة الـ H وعندك ذرة الـ O، لو اجيت جمعت الطاقة تبعت الـ H زائد الطاقة تبعت الـ O يساوي X مثلا، ولو جمعتهم هم مع بعض مرتبطات تطلع معك Y، بتكون Y أقل من X، بتكون Y أقل من X. يعني هذا المركب مستقر، مستقر يعني ما عنده طاقة زيادة وبالتالي عرضة إنه يتفكك. ماشي؟ فإذا كعبارة عشان نطلع منها حافظينها ونركز عليها، إنه هذا المركب يعتبر مستقر لما التوتال إنرجي تعيد الارتباط تبعته أقل لور، هي تعتمد لور بس الملف الله يسامحه، lower energy than the separated atoms. ماشي؟ هاي خلص طلعنا منها. الآن شو أنواع الروابط وبدنا نميز بيناتها، مين الأقوى مين الأضعف، شو طريقة ترابط هاي، عشان بالأسئلة هي تبتيجي الخربطات. طيب طيب عندك أول نوع، عندي بده يحكي عن أربع أنواع: ionic bonds، وعندك covalent bonds، بعدين عندك الهيدروجين بوندز، بعدين هيدروفوبيك. هيك اعتقد الترتيب. هسه نشوف الايونيك بوندينج اللي هي الروابط الايونيه، وهي تعتبر من اقوى الروابط او اقوى رابطه. اوكي؟ فبحكي لك هنا ان ايونيك بوندينج electrons are completely transferred from one atom to another. يعني هاي ذره ايش؟ صوديوم، وهاي كلورايد. الصوديوم هيك اختصاره، الكلورايد هيك اختصاره. ماشي؟ لما يكونوا متحدات مع بعض هيك بنكتبهم NaCl، بس لما ينفصلوا ال Na موجب وال Cl سالب، صح؟ ليش؟ لأنه بحكي لك ال Na كصوديوم في عنده بمداره الأخير إلكترون وراح يتخلص منه وأخذوا مين؟ أخذوا الكلورايد، فهياته إجا هون. تمام؟ فإذا كصوديوم لما يخسر إشي سالب، مثلا كان عنده 10 موجب و10 سالب، خسر واحدة من السالب فصفت 10 موجب
تسعة سالب على سبيل المثال، وروح جمعته مع بعض طلع بوزيتيف 1، صح؟ فالصوديوم بصير بوزيتيف 1. بينما هاي 12 و11، اوكي؟ بينما هون طلع انه صار عندك زيادة واحد سالب بالكلور، كان سي ال وجا واحد سالب صار سي ال ماينس، اوكي؟ فهون صارت رابطة أيونية، واحد منهم خسر إلكترون واحد منهم كسب إلكترون، تمام؟ أوكي، فإذا نعيد تعريفها عشان نتأكد منه، بحكي completely transferred electrons، completely transferred انتقل بشكل كامل من ذرة إلى أخرى. طيب the absolute عفوا the opposite charged ion are attracted to each other، الأيونات المختلفة بالإشارة بتنجذب لبعض by electrostatic forces which are the basis of the ionic bond، وهي هاي أساس العلاقة الأيونية. طيب خصائص هاي مهم تحفظوها، هي خصائص فيزيائية أكثر من إنها متعلقة بالمادة. بحكي لك هاي الأيونيك كومباوند لها العديد من السمات والميزات، منها أول إشي بحكي لك إنه هاي علاقة ما بين الميتالز والنون ميتالز، الفلزات واللا فلزات. الفلزات زي ما بتعرفوا هي جيدة في التوصيل جدا للكهرباء وهكذا. المهم بحكي لك الايونيك بوند هي علاقة تربط ما بين الفلزات مع اللا فلزات. بالنسبة للتسميات تاعت الايونيك كومباوند، بالبداية بحط الميتال بعدين بحط النون ميتال كومباوند. مثال عليها صوديوم كلورايد NaCl، الصوديوم في البداية بعدين الكلورايد، ماشي؟ هاي بالنسبة للتسميات، الميتال في الأول إنه الميتال الثاني. طيب ثلاثة، ionic compounds dissolve easily in water، يعني سهل الذوبان في الماء and other polar solvents. فإذا هاي خاصية من الخصائص المميزة، سهل الذوبان في الماء. أربعة، أيضا بيوصل الكهرباء بشكل ممتاز وشكل سهل. خمسة، بيسوي crystalline solids، يعني زي كريستالات او مركبات كريستاليه with high melting temperature، يعني درجه انصهار عاليه. طيب هاي خصائص فيزيائيه للفلزات. الان بالنسبه للعلاقه او الرابطه الايونيه خلصناها، فاذا هي رابطه تنتج عن طريق نقل كامل للالكترون من ذره الى اخرى. الان بالنسبه للكوفيلنت بوند، كل ما نقرا شيء ونيجي نقارنه بين بعض. كوفيلنت بوند عندها نوعين، عندها واحد اسمه نون بولر وعندها بولر، وهسه راح نعرف شو الفرق بيناتهم. نون بولر يعني بالعربي غير قطبي، بينما هون معناها ايش؟ قطبي. نيجي نشوف، احنا بس ذكرنا انه العلاقات بين الذرات اما وحده ريليز او لوز الكترون والثانيه اكسبت الكترون والثالثة شيرينج، صح؟ وبالتالي بنسميها هاي علاقة أو رابطة تساهمية في مشاركة بين شغلتين، أوكي؟ فإن هاي كلمة مفتاحية، كلمة شيرينج. فإذا هاي العلاقة الكوفيلنت بوند تنتج بسبب الشيرينج one or more electron pairs between two atoms. فإذا صار في مشاركة بإلكترون أو أكثر أزواج من الإلكترونات ما بين ذرتين. The covalent bonding occurs because the atoms in the compound have a similar tendency for electrons. شو يعني؟ يعني والله كمثال اللي أنا معطيني إياه هنا، بحكي لي عندك الـ C وعندك الـ H، الثنتين عندهم نفس الميل similar tendency for electrons، فلا هاي جاي تعطي هاي ولا هاي جاي تعطي هاي، فبيتفقوا إنه يتشاركوا بين بعض. فلو كبرت الصورة هنا بتلاقي اللي باللون الأزرق هو الإلكترونات اللي من الكربون، واللي باللون الأحمر هي الإلكترونات اللي من الهيدروجين. فتطلع هنا إنه كل وحدة بشكل متساوي مع الأخرى بتتشارك الإلكترون معها، يعني الإلكترون موجود في النص بيناتهم، تمام؟ هاي كوفيلنت بوند، هاي كوفيلنت بوند. وطالما العلاقة بيناتهم سيميلر او الميل سيميلر، يعني ما في السي اللي هي ذره الكربون ميلها لجذب الالكترون اكبر من الهيدروجين، وبالتالي سميناها نون بولر.
ماشي؟ لأنه الثنتين نفس الميل باتجاه الإلكترون. هسه راح تفهموا قصدي لما نروح على البولر. أوكي؟ The elements involved with shared electrons in an effort to fill their valence shells. يعني الهدف من هذا كلياته تحاول تعبي المدار الأخير تبعها الخاص بالتكافؤ. ماشي؟ الآن هاي نون كوفيلنت. لو نزلنا لتحت، عفوا كوفيلنت نون بولر. الآن لو نزلنا للأسفل وطلعنا بحكي لك البولر كوفيلنت بوندينج تتكون متى؟ لما الإلكترونز ان ايكوالي شيرد بين تو اتومز. إذا هو أكد لي إنه لسه في شيرنج، ولكن هذا الشيرنج غير متساوي، يعني في ميل من وحدة أكبر من الثانية إنها تسحب الإلكترون لعندها. تمام؟ شو المثال اللي معطيني إياه هنا؟ مثلا هاي الأو وهاي الاتش، مش الاتش 2O اللي هي الووتر، صح؟ بين هاي الكبيرة الأو وهذول الثنتين اتش. لاحظ معي هون في الأسفل إنه في إلكترونز، مظبوط، وهذا الإلكترونز بشكل أو بآخر الأو هي اللي جاذبيته اتجاهها. أوكي؟ وبالتالي لما تحكي أنت slightly negative charge، يعني كل ما اجيت بهذا الاتجاه كل ما كانت الإشارة سالب أكبر، وبالتالي الأو صارت شحنتها partial negative charge، partial negative charge. charge يعني شحنة، negative يعني سالب، partial يعني جزئي. طيب، فإذا طالما هي أكثر ميلا لجذب الإلكترون باتجاهها والإلكترون سالب، فهي بتكون أكثر ميلا إنها تكون شحنتها سالبة. بينما الهيدروجين برضه هو بده الإلكترون هذا في المدار الأخير، مش قادر إنه يكسب واحد ولا قادر يتخلص من اللي عنده، فبده يعمل مشاركة، والمشاركة هاي جاي هو الطرف الأضعف فيها. تمام؟ فطالما السالب انسحب لهناك فصفى هو نسبيا شوية موجب، فبالتالي بنسميه partial positive charge. طيب، partial positive charge، بناء على هذا الكلام نروح نشوف شو كاتب لي. polar covalent bonding occurs because one atom has a stronger affinity for electrons than the other. لاحظ هم بعدهم بيعملوا sharing، ولكن واحدة منهم عندها affinity، يعني ميل او حب او رغبه، خلينا نحكي، ماشي؟ فاذا عندها سترونجر افينيتي، ميل اقوى من الاخرى لجذب الالكترونات، ولكن هذا الميل ما وصلها لمرحله انها زي كانه تشلع الالكترون وتاخذه او تكسبه وتعمل له اكسبت، لا، لسه في مرحله الشيرنج، يعني هي غير قادره انها تكتسب الكترون كامل، هي بتعمل مشاركه ولكن قوتها بالمشاركه اكبر من غيرها، زي لعبه شد الحبل اذا بتعرفوها، طرف اقوى من الثاني بس ما حدش منهزم. ماشي؟ هاي بياكد لك على هاي المعلومه. Yet not enough to pull the electrons away completely and from an and form an ion. يعني بيحكي لك انا مش قادر اني اسحب الالكترون بشكل كامل. تمام؟ عشان هيك بياكد على مبدا انها sharing. طيب. In a polar covalent bond, the bonding electrons will spend greater amount بالبولر كوفيلنت بوند. هاي البوندنج الكترونز تمضي greater amount of time around the atom that has the stronger affinity for electrons. يعني زي كأنه بيحكي لك بالبولر كوفيلنت بوند اللي هي هاي العلاقة، الالكترونز هذول اللي تم مشاركتهم بقضوا أكبر الوقت وين؟ باتجاه الأتوم اللي عندها stronger affinity، لذلك سميناها partial negative charge، لذلك صارت partial negative charge. ماشي؟ بولر بوند in water molecule بيحكي لك the large oxygen atom has a stronger affinity for electrons than the small hydrogen ions. زي ما اتفقنا الووتر هو عبارة عن H2O، فبيحكي لك هون ان الO هاي هي the stronger affinity للإلكترونز than the H+. مفهومي صح؟ طيب، فإذا صف عندنا الآن لغاية هسه كمراجعة سريعة علاقة اللي هي ايونيك، صح؟ علاقة ايونية، هاي في توتال ترانسفير اوف الكترون، بعدين كان عندنا كوفيلنت بوند، علاقة تساهمية، كان فيها نون بولر، كان فيها بولر. النون بولر كانت الافينيتي مالها سيميلر تندنسي فور الكترونز، ماشي؟
بس الاثنين شيرين طبعا. اما البولر شو مالها كانت؟ واحدة سترونجر افينيتي فور الكترونز ذان ذا اذر. تمام؟ الان في شغله مهمه بده يحكي لي اياها، وهاي خليها يعني حلقه بذاتكم. اول معلومه لازم نحكيها انه هذا الجدول حفظ حرفيا، تحفظ شو هذا وشو الرقم تبعه. تمام؟ هاي مهمه وبيجي عليها بالامتحان الواحد يمكن 3 4 سنين. تمام؟ هاي اول شغله. ثاني شغله The electronegativities of selected elements. شو معناها؟ هي عبارة عن الـ ability of an atom to attract electrons toward itself in a covalent bond. فسرها واحدة واحدة. هي عبارة عن قدرة الذرات لجذب الإلكترونات باتجاهها برابطة تساهمية. تمام؟ برابطة تساهمية. بحكي لي في الأسفل if the electronegativity، إذا هاي الإلكترونيجاتيفيتي يعني في فرق بالكهرباء بيناتهم، وهذا الفرق كان له مقدار معين، انا بعرف ساعتها انه هاي العلاقه نان بولر ولا بولر ولا ايونيك. هون الاسئله بتيجي. ناخذ مثال مثال عشان نعرف. وقبل الامثله بحكي لك اذا انت لما يجي تحسب الالكترونيجاتيفيتي، مثلا لما يجي يحكي لك السي مع الاتش، بتروح تمسك السي قديش الالكترونيجاتيفيتي تبعتها 2.5، الاتش 2.1، اطرح 2.5 ناقص 2.1 0.4، بحكي هذا الرقم اللي بيطلع معك. تعال حط لي اياه على الميزان تبعنا. اذا كان هذا الرقم اقل من 5 بالعشرة، اقل من نص، معناته هاي العلاقه نان بولر. اذا كان هذا الفرق مور ذان نص واقل من 2، يعني كانت الاولى هالقد، كانت الثانيه 0.5 الى 2، والثالثه اكبر من 2. الأولى بتكون إيش؟ نون بولر. الثانية بين النص والاثنين بولر. يعني زي كأنه بيحكي لي هذول الثنتين مالهم كوفيلنت بوند. صح؟ واحدة نون بولر وواحدة بولر. أكبر من اثنين اللي هي أيونيك. اتفقنا؟ اتفقنا. greater than two often considered ionic. الآن ناخذ أمثلة عشان نرسخها في بالنا، وكيف ممكن تيجي الأسئلة. المثال الأول ناخذ مثلا السي مع البي، السي مع البي، اوكي، هاي السي وهاي البي، 2.5 ناقص 2.1 يساوي 0.4. فإذا العلاقة ما بين السي والبي بصنفها نون بولر. شو بيجيب لك بالامتحان؟ ما بيجيب لك الجدول، بيقول لك السي والبي شو العلاقه بيناتهم بتكون؟ وانت لحالك لازم تكون عارف وتطرح الارقام. ماشي؟ طيب مثال ثاني عشان تترسخ الفكره اكثر. بحكي لي مثلا الاف مع الكي. الاف مع الكي. تعال اطرح، الاف قديش؟ 4 ناقص الكي يساوي قديش؟ 0.8 يساوي 4 ناقص 8 بالعشرة 3.2. 3.2 أكبر من 2، معناته العلاقة شو؟ معناته العلاقة أيونيك. هذا مثال ثاني. مثال ثالث اللي هو خلينا نحكي الـ H مع الـ CL. الـ H مع الـ CL. طيب الـ H 2.1 الـ CL 3. طيب 3 ناقص 2.1 شو يساوي؟ 0.9. 0.9 جاي هنا ما بين النص وما بين الاثنين، فإذا هاي العلاقة بولر، كوفيلنت بولر. تمام؟ فإذا هيك قدرنا نحل الأسئلة بتاعت الامتحان بناء على حفظنا لهذا الجدول، وقدرنا نعرف شو نوع الرابط. ماشي؟ تمام. خلصنا الأيونة، حكينا هي عبارة عن release or accept of electron، يعني في transfer. الكوفيلنت حكينا شيرنج، حكينا نون بولر وبولر. صح؟ الان الهيدروجين بوندينج. الهيدروجين بيحكي لك is the attractive interaction، يعني في علاقه جذب ما بين ايونات الهيدروجين مع الكترونيجاتيف اتوم. زي ايش؟ زي نيتروجين، اكسجين والفلورين. احفظوهم بالله. نيتروجين، اكسجين، فلورين.
يعني هيدروجين من جهة وهذولا من جهة ثانية. طيب the partial positive region of hydrogen is attracted to the partial negative region of another molecules. يعني بيحكي لك مش الهيدروجين كون لما نيجي نحكي احنا H2O، اتفقنا انه الاو جاي مور نيجاتيف بهاي الرسمة، مثلا جاي هي المور نيجاتيف وجاي الهيدروجين هو المور بوزيتيف، وحكينا هون عنده شوية شحنة بارشل بوزيتيف صح، وهون كانت بارشل نيجاتيف عند الاو 2. فبيحكي لك هون انه البارشل بوزيتيف ريجن اوف هيدروجين هي هاي من ذرة معينة، هاي الذرة الأولى الجهة البارشل بوزيتيف منها بتروح تتجاذب مع البارشل نيجاتيف ريجن من الاذر مولكيولز، هي هاي بصير في تجاذب بيناتهم، هاي بسميها هيدروجين بوند. ماشي، فاذا هاي الهيدروجين بوند صارت بهذا المثال بين مين ومين، هاي الاتش بلس وهاي الاو 2، فاذا اتش بلس من ذره واو 2 من ذره، هاي بارشل بوزيتيف وهاي بارشل نيجاتيف. تمام اوكي، the hydrogen must be covalently bonded to another electronegative atom to create the bond. لازم يرتبط والعلاقة تكون إيش والرابط تكون إيش covalent. The hydrogen bond is stronger than a van der Waals interaction. هاي رح نحكيها كمان شوي، وهاي الجملة مهمة، هاي دائما تيجي أسئلة كترتيب القوة. بحكي لك الهيدروجين أيون أقوى من الفان در وول interactions، رح نحكيهم كمان شوي، ولكنها أضعف من الكوفيلنت والأيونيك بوند، اضعف من الكوفيلنت والايونيك بوند. فاذا الترتيب مثلا ايونيك كوفيلنت هيدروجين لحد هسه ماشي، هاي نفس المثال ونفس الكلام. هيدروفوبيك انتر اكشنز، هيدروفوبيك من بعرف اذا اخذتوها، هيدرو ووتر فوبيك كاره، عكسها هيدرو هيدروفيلك، هيدروفيلك محب للماء، هيدروفوبيك كاره للماء. ماشي طيب، بيحكي لي هنا الهيدروفوبيك انتراكشنز نون بولار جروبس دو نوت فورم هيدروجين بوند تو ووتر. الجروبات النون بولار اللي بيكونوا نون بولار ما بيشاركوا هيدروجين بوند مع مع الووتر، سو ذي ار انسوليبل ان ووتر، معناته هذول بيكونوا طالما هيدروفوبيك معناته ووتر انسوليوبل. شو يعني سوليوبل؟ يعني يذوب، انسوليوبل لا يذوب. فاذا طالما هي هيدروفوبيك كارهه للماء معناته لا تذوب في الماء. ماشي طيب، هاي الهيدروفوبيك شو بيصير فيها عشان تفهم قصدي، هاي كاسه وفيها ميه ورحت درت انت فيها ايش زيت، شو بيصير في الزيت؟ هل بيتخلط مع المي؟ تحكي لي لا ما بيتخلط مع المي، شو بيصير؟ بيروح بيتجمع مع بعضه بمكان واحد. هذا اللي بيصير هون. الهيدروفوبيك سبستنسز اللي هي زي الزيوت زي ما حكينا are excluded، يعني زي تستثنى من الـ aqueous solution اللي هو المحلول. This drive this these molecules to cluster together، هذا بيدفع هاي الجزيئات انها تتجمع وتتراكم مع بعض. تمام؟ اتوقع المثال صار واضح الان. طيب no affinity between non-polar substances، يعني إذا كان في مادة non-polar مادة non-polar ما في أي قوى تجاذب، except بحكي لك van der Waals forces that promote the weak bonding of non-polar substances، ساعتها هاي بتحفز الرابطة الضعيفة between non-polar substances. طيب شو هي van der Waals forces؟ بحكي لك هي ال weakest interactions زي ما اتفقنا، أضعف شيء بالinteractions. فان دير وولز فورسز ار ويك اتراكتيف فورسز بين الالكتريكالي نيوترال اتموسفيريك مولكيولز. ماشي؟ They are much weaker than ionic bond or covalent bond. يعني هي ضعيفة بشكل كبير مقارنة مع الايونيك مع والكوفالنت. هاي الفورسز الفان دير وولز فورسز may develop because the rapid shifting of electrons within molecules. بصير في rapid shifting الالكترون خلال هاي الجزيئات بتسوي some parts of molecule to become momentarily charged. يعني انا لما يجي يحكي لي rapid shifting يعني على السريع بصير زي كانه shift الالكترون من مكان لمكان، فبيولد
شحنة، كيف لما طلع مثلا اتش سي ال، خلينا نحكي الكترون، او عفوا ان اي سي ال، طلع الالكترون بسرعه، خلينا نحكي من الان اي، فولد هون شحنه وولد هون شحنه، ماشي؟ هذا كمثال بس عشان تفهموا الفكره، ان لما صار رابت شيفتنج عمل شحنه بشكل لحظي مومنتري، ماشي؟ اما كانت هاي الشحنه اما بوزيتيف او نيجاتيف زي ما طرحت لكم هذا المثال. لهذا السبب الويك ترانزيانت فورسز اوف اتراكشن، يعني هاي الرابطه الضعيفه والترانزيانت يعني زي مؤقته، كان ديفلوب بين بارتيكلز that are actually neutral. بحيث هاي العلاقة، هاي القوة تنشأ حتى لو كانت ضعيفة ومؤقتة ما بين الجزيئات اللي بالأصل كتوتال تشارج بتكون متعادلة، ماشي؟ لو اجي تحسب المحصلة يعني the magnitude of the forces، القيمة لهاي القوة تعتمد على the distance between neighboring molecules. فإذا القيمة والمقدار لهذه القوة معتمدة على المسافة ما بين الجزيئات المتجاورة، تمام؟ هيك بفضل الله عز وجل بتكون المحاضرة انتهت، بتمنى تكون سهلة عليكم، وأتمنى أني وفقت في إيصال المعلومة. أي سؤال عندكم إياه بتخبروني فيه، وأنا إن شاء الله بخدمتكم دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.